بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي المواطنين الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً راح أتحدث عن موضوع يحتاج إلى ساعات، لكن طلبوا مني أن يعني أختصر بثلاث دقائق. قبل كل شيء خلوني أقدم الشكر وأقبل أيادي شبابنا الأبطال المقاتلين في قواتنا الأمنية وعوائل الشهداء وجرحانا الذين لولاهم وتضحياتهم وبسالتهم اليوم ما استطعنا أن نقدم أي شيء لبلدنا ولشبابنا. وأيضا أقدم شكري وتقديري وثنائي لكل المؤسسات، ابتداء من الحكومة العراقية مجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء، وأيضا مؤسساتنا الرياضية والوزارات والحكومات المحلية، الأولمبية واتحاد كرة القدم ونجومنا وإعلامنا. أكيد ما أقدر أنسى أخويا وعزيزي كابتن حسين سعيد ودكتور شامل كامل والأستاذ عبد الخالق مسعود وكثير من الشباب، عذروني كابتن عدنان درجال، كل الكباتن، كل النجوم، كل الإعلاميين اللي واكبونا في هذه الحركة الدؤوبة منذ أكثر من سنتين. وبصراحة قد أكون غير منصف إذا أغادر شبابنا في الوزارة. هنالك شباب مهندسين وموظفين في وزارة الشباب والرياضة استطاعوا بجهد وبعمل دؤوب أن يكملوا ملعب كربلاء وملعب البصرة بالذات، وأن تفتتح يعني هذه الملاعب بفترة قياسية، مع أنه كانت هنالك بعض الملاحظات مع وجود الأزمة المالية والمشاكل، لكن بفضل الله وبفضل جهودهم استطعنا أن ندرج ملعب كربلاء وندرج ملعب البصرة بالإضافة إلى ملعب أربيل في جدول زيارة لجنة الفيفا وبعدها الاتحاد الآسيوي. والحمد لله اليوم وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هناك شخصيات خارج البلد ساندت حركة العراق، كثير من الاتحادات والشخصيات في الدول العربية، وأخص بالذكر طبعا سمو الأمير علي بن الحسين اللي كان إلى موقف لا يمكن أن ننسى، أيضا سمو الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الآسيوي وسمو الشيخ أحمد الفهد. والشكر الكبير والذي يفترض أن يقدم كل أبناء الشعب العراقي للسيد إنفانتينيو وفريقه في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، لأنه تعاملوا بها مع هذا الملف بإنصاف وبعدالة وبإيجابية، وبعد أن بعثوا اللجنة إلى العراق وطلعت على الواقع اللي نعيشه، الحمد لله كان القرار اليوم قرار إيجابي برفع الحظر عن المباراة الودية عن ملاعبنا في المحافظات الثلاث. كلامي الآن، هل نحن كعراقيين نكتفي بهذا اليوم، يعني بهذا القرار اللي هو مباراة ودية لثلاث محافظات؟ أكيد الجواب من قبلنا جميعا لا، بلدنا يستحق أن يرفع الحظر عن كل محافظاتنا وخاصة بغداد الحبيبة. بلدنا يستحق أن يكون محطة مهمة لاستضافة البطولات واستضافة الفرق. نحتاج إلى عمل دؤوب في الأيام القادمة، خلي نغادر ما حققناه في الفترة القادمة. أمامنا خطوات مطلوبة من سفاراتنا، من دولنا، من حكومتنا، من وزاراتنا، من الحكومات المحلية، من وزارة الشباب والرياضة، من اتحاد كرة القدم، من الأولمبية، من نجومنا، من إعلامنا، ومن أيضا الكثير من اللي وقف معانا. طبعا أنا بدأ أسجل هذا الحديث وذكرت أنه شركة عشتار ومواقع التواصل الاجتماعي، جمهورنا اللي كان عبر تويتر وعبر الفيسبوك، وأيضا حملات التطوعية، منظمات المجتمع المدني، عذروني إذا يعني نسيت أحد. على كل، أمامنا خطوات ليست بالصعبة، لكن أكيد تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى عمل دؤوب، تحتاج إلى نفس الهمة والتنسيق ما بين كل المؤسسات، لأنه إحنا اليوم نفكر برفع حظر عن كل محافظاتنا، عن كل ملاعبنا. عندنا ملاعب جديدة إن شاء الله في القريب العاجل راح يفرح ونفرح بافتتاحها في ميسان
ملعب ميسان الأولمبي، ملعب النجف الأشرف الدولي، عندنا ملعب الزوراء، وعندنا أيضا ملعب عمو بابا وملاعب أخرى. لكن هذا كله يحتاج إلى عمل دؤوب في موضوع بناء الملاعب، في إدامة العلاقات الدولية مع الاتحاد الدولي، مع الاتحاد الآسيوي، في تنظيم أوضاعنا الداخلية، وفي أيضا عملية التنسيق والتكامل ما بين المؤسسات الرياضية، وأخص يعني بهذا الموضوع أخص بالذكر وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية والإعلام العراقي والوزارات ذات العلاقة بهذا الموضوع، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وهنالك لعله مؤسسات أخرى نحتاج أن تقف معنا في هذا الموضوع. اعذروني طبعا، أعتذر إذا نسيت أحد لأنه الكلمة مختصرة، وإن شاء الله بعد عودتنا إلى بغداد نتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع. لكن أرجع مرة أخرى أقول هذا مو طموحنا، ونخطط للأكبر. العراق يستحق أن يكون في المقدمة، يستحق أن يكون الأول، لكن أكيد هذا الاستحقاق يحتاج إلى عمل وتخطيط ومثابرة وقبلها توكل على الله. شكرا لكل من ساهم في هذا العمل وجزاكم الله خير. ومرة أخرى قبلة لأيادي مقاتلين الأبطال اللي يدافعون عن العراق وعن حرمات العراق وعن كرامة العراق في جبهات القتال. الله يحفظ الجميع إلى مزيد من الانتصارات والتقدم لبلدنا ولشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.